بختام التور انا بدي اقول لك الف مبروك. شو بتقول لماهر بختام جولته بميامي اليوم اللي ختمها فيه بهالتور الحلو اللي كان باكثر من ولايه؟ بقول لك شغله، انا ما حسيت انه ماهر معي اصلا. لو شميته الهواء فيك بالمره بالتور. بس بشوف وقت الحفله، بشوفني وقت الحفله. ما هو بيتركني بروح، ما بعرف وين، انا بروح من محل لثاني والله العظيم. بس قلت له ما هو منظم يعني، ما انه شغل، لا شغل وراح شم الهواء. لا, لا 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 ما شفته، بس شوفه بالليل على السهرات مثلا او بالنهار ليك زفين. لا ايه وحيات الله هيك من اول نهار غط فيه هون، ثاني يوم ثالث يوم انا بدي اقول له ماهر وين بدك شيء يا اخي بجربه بيعرف. انا قلت لك شغلي باول تور يعني، ماني نوفوريش وهالقد طلبات وكذا، عرفت كيف؟ انا بحب انحط مطرح ما انا انحط بكون قد الحمل، عرفت كيف؟ ترى بيقول لي قوم تعال تعشى تعشيت. انا مثلا انا مرات بركب مشاريع، عندي اصحاب بكل ولايات، عرفت كيف؟ فخلص تبع عليك ورحت على لاس فيغاس ورحت على ميامي طبعا يعني. اذا بدك تيجي كرمال بس تشتغل وتغني، هيدا هي منه تور، بالعكس خلص بقى نعمله مواطن قريبا جدا يا رب. ما انا على المسرح، انا لبناني وامريكي. قريبا جدا قريبا جدا. لبنان بلد الاول وامريكا بلد الثاني. هلا ما اختلفنا. اوكي هلا مش الحال. هلا بدي اقول لك عن جد مبروك. التور هيدا كان رائع جدا من بين ماهر ومن دي جي اصيل كمان. كيف بتقيمه كمان؟ هو قالنا اشترك فيه بالذاكره، انت شو تترك فيك بالذاكره هذا التور كمان؟ كل مره عن جد كل مره بنترك شيء لبعض، كل مره بنعمل شيء جديد، وكل مره عم وي ديسكفرينج يعني، كل مره عم يطلع شيء جديد والحمد لله يعني جيلي. يعني كل ما هن بيطلعوا رح نطلع معهم. اوعى تفكر يعني كل ما نشتغلوا على حالهم نشتغل عليهم يعني، يعني هو اول شيء وبعدين احنا وراه، عرفت علي كيف؟ بقى رحنا بندعمه، رحنا بنقول له رحنا معك والبدك اياه اعمل لك شيء بومينغ غير شكل، ولع الدنيا لنولع الدنيا قبل من الحزام ناسف ايه بس معير لحد ما. لمين بتهدي النجاح التور؟ بهدي النجاح ل ان شاء الله يوم من الايام، انا هيك بتصور هيك بفكر، ولادنا مثلا يوم من الايام بتعرفوا على بعض ويقول لك بيك اشتغل مع بيي، طلعوا على امريكا، طلع على امريكا هو اياه. عن جد حلو هيك طبعا. نترك شيء بالذاكره انه نخلي شيء بصمه هون، لنقدر نعمل شيء ان شاء الله تبقى يعني. انا ماي يعني بالتفكير اللي انا بشوفه، رحنا كغنى عربي بامريكا يعني بعد عندنا شيء 15 سنه، وبعدين انا بقول انه اولادنا ما بقى بيعنينوا شيء، بقى رحنا بدنا نضل بسعيهم هن يجوا من تحت ونزرع هون شيء ونقدر نوصل شيء للعالم. هالغنيه العربي الخفيف الحلوه يقدروا اولادنا يقدروا يغنون لو مكسر، قول انا ارمني ما بينعتب علي انه في يكسر دائما عنده حجه. لو مكسر عرفت كيف؟ المهم نوصل شيء ونقدر نعمل رساله معينه. اكيد. انت شو لمين بتهدي نجاح التور؟ بهديه لبنتي. الله يخلي لك لبنتي، مثل ما قال بكره معليا بس تكبر بتصير تقول اجى دادي لهون وعمل تورز وكذا، وان شاء الله معليا بتجي معي لبنتي ولمدامتي ولأهلي ولكل الناس اللي بحبونا هون ولا بأي بلد تاني. الله يوفق يا رب. Thank you. بدك تعلن عن المقبل؟ إن شاء الله خير. مش هلا. خلي هلا يروق البحر، خلي البحر يروق وبيرجع بعدين بيطلع تسونامي. إحنا بننزل هلا بنرجع بتفرج. أكيد. ثانك يو لك، ثانك يو على وقتك، عم ترسموا الفرحه على وجوه الناس. ثانك يو انه من الصبح عم دقدق لي شو بتحب شغلك انت زلمه، بتحب شغلك من الصبح عم دقدق لي بتقلي شو بدنا نعمل، شو بدنا نخلق شيء جديد. بقول لك وحيات الله صار لي يومين مش نايم، بس خليني اشوف وين رايح، مش عارف حالك انت وين رايح. بس ثانك يو لك عن جد، انا عم بحكي لانه انت قد ايه بتحب شغلك وقد ايه زلمه ناجح وبس. بقول لك ثانك يو فيري ماتش حبيبي، وثانك يو لماهر، ثانك يو لجيسكار سكار وجيو وإيمين بلال كل شبيبة يلا يعطيكم العافية.